معانا حالة تانية برضو النهاردة لمفيديما بتاعت أوعية لمفاوية. قولنا ايه الأخبار يا حاجة؟ بعد ال احنا كده عملنا 6 مرات صح؟ تمام، ست مرات ما شاء الله. طبعا احنا خدنا المقاسات دلوقتي ما شاء الله، وصلنا ان احنا خسرانين من كل جزء من الرجل من بداية من 5 سنتي لحد أماكن وصلنا فيها 10 و11 سنتي ما شاء الله حساسين من الرجل. انتي حاسة بإيه بقى يا حاجة؟ قولنا كده بدايتك كانت عاملة ازاي وبقيتي ايه؟ ما كنتش بقدر ادوس على رجلي خالص، كانت رجلي محجره. دلوقتي الحمد لله بعد 6 جلسات الحمد لله رجلي اتزرعت وخست عن الاول، والحمد لله ده من فضلك يا دكتوره. ربنا يخليكي، ده فضل ربنا يا حبيبتي علينا كلنا، نجيبها لكم كده من فضلك يا دكتوره. مدام عزه ربنا يخليكي يا حبيبتي، فضل ربنا اولا واخيرا. شايفين الشكل؟ هنعرض الصورة الأولانية وهنعرض دلوقتي الشكل ده، والحمد لله دعواتكم بس كده، وربنا يتم شفاكي على خير، أهم حاجة بالنسبة لنا. ربنا يكرمك، الله يسلمك يا حبيبة قلبي، تسلم. ربنا